بالنسبة للاختيار ديال حسام، حسام نرجع نقول لك اختاريناه لأنه واحد من المخرجين المتمكنين واللي أنا كيعجبني. هذا لا يعني أنه إحنا ما عندناش في المغرب، بالعكس إحنا عندنا مخرجين من أروع المخرجين في العالم، مش غير في العالم العربي. حسام اللي اختار هو اللي اختار الأغنية ديالو، مش أنا اللي اختار هو طعيم أصلا هو حط اش كنت كنقول؟ لا الإخراج المخرج كبار المخرج مش عارف الفكرة فتنظر المخرجين كبار في المغرب وزعما علاش اختارينا هنايا المخرج حسام وما اختاريناش مغربي؟ وهي الفكرة ما فيش مصري مغربي يا جماعة، احنا واحد كلنا في الاخر. انا ارحب بالمغاربة في مصر وانا حاسس ترحاب ترحاب جامد جدا حاسس ترحاب قوي. وكنت باغي نقول ما كاينش فرق ما بين مصري ومغربي وتونسي ولا، المهم حنا كلنا عرب وفي الاخر كنقلبوا على الكواليتي، كنقلبوا على شي حاجه اللي غنخرجوا بها في الاخر زوينه. فحسام اختارينا لانه مخرج زوين. ذاتس ات بالضبط. شنو هو السؤال الثاني؟ العمل الوطني يعني القضيه الوطنيه شي عمل مشترك. حنا راه اشاره الوطن يعني يمكننا نديروا اي حاجه في وحنا طريقنا كلها زعما دائما فساهمنا ومازال عندنا اعمال يعني اي حاجه تعرضت علينا فيها يعني عمل وطني فمستحيل شي فنان عنده غير على بلاده غيرفض. احنا دائما كنامنوا باننا خصنا نكونوا هما السفراء ديال بلادنا في العالم في اي عمل وطني، احنا جاهزين مليار في المئه. هذا الشيء اللي كاين. كاين شي سؤال اخر؟ كان جوله في مصر. عندي تصوير ان شاء الله، غيكون تصوير ديال كليب. عندي اغنيه مصريه وتصوير ديال كليب اخر في الهند ان شاء الله. في داك ستيل ديال قول لي متى، حيت الناس في الهند هما اللي طلبوا هاد القضيه هادي، طلبوا انه سعد يعاود يغني عاوتاني اغنيه هنديه مع مطربه اخرى اللي مازال ما اختاريناش. مازال كاين اسماء ديال مطربات ولكن مازال ما عرفناش شكون اللي غادي يجي مع لا ميلودي مع الاغنيه. من قريب ان شاء الله نصور العمل. وباتا هذا